يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نعناع. النهارده هنعمل مع بعض قوارب البتنجان كده بخلطه خطيره تتعمل في وقت قليل وما بتحتاجش شغل كتير خالص، وبعد كده هنعمل زبادي بالفراوله. المكونات اللي عندي القوارب البتنجان، عندي هنا طبعا البتنجان صحيحه كده زي ما هي، عندي شويه من الريحان المجفف، عندي جبنه موتزاريلا متقطعه مكعبات صغيره، طماطم متقطعه مكعبات قدها، عندي شويه من البارميجان المبشوره، بقسماط، توابل ايطالي، واخيرا شويه من البقدونس. طيب احنا بنشتغل الوصفه دي على مرحلتين، بنشوي البتنجان الاول بتاعنا في الفرن وبعد كده بنطلعه نعمل له الحشوه بتاعته نحطها فوق وندخلها تاني. خلونا الاول نعمل مع بعض البتنجان اهو، بس ايه عشان نخلي بالنا، انا الاول عايز اجيب دي اهو وبعد كده ننيم كده وناخدها على نصين. خلاص عظيم جدا. الحاجة التانية سكينة اصغر شوية وعايز اخدها اهو ثم كده كروهات كده لذيذ تاني بالطول الاول. خلي بالنا ما نجرحش اللحم الجلد بتاع البتنجانة، نمشي كده عظيم جدا. هنجيب صاجة، صينية فرن، اي حاجة، هجيب ملح، فلفل اسود، والريحان المجفف. زيت الزيتون. خلاص. هناخد الصينية بتاعتنا دي وهندخلها على طول على الفرن. هنستناها تتشوي تطلع لنا بالشكل ده. بصوا كده هتلاقوها فتحت كمان الفروقات اللي عملناها دي، الزيت والتتبيله دخلت جوه البتنجان. طيب هنجيب بوله اهي، هنزل بالطماطم هنزل بالموتزاريلا هنزل بالبارميجان قلب كده شوية بس بقى ايه بقلبها عشان عايز الطماطم تبل الموتزاريلا عشان البقسماط لما ينزل يمسك كده في كل حاجة. ندي تتبيله برضو هنا من الملح، فلفل اسود، عندي التوابل الايطالي وعندي البقسماط. هنقلب الكلام ده كله مع بعض. هو لحد ما نلاقي البقسماط كله ايه ما بقاش ظاهر كده معانا. حلو قوي. من هنا هنبتدي نحط الحشو ده فوق البتنجان. خلي بالنا كده ممكن نعمل ايه، نجيب بس جوانتي عشان نبقى بنتعامل براحتنا. عايز اعمل حشو، عايز احاول على قد ما اقدر ما نوقعش حواليها.
وممكن كمان لو مقطعين اصغر من كده نقدر نحاول ندكها كده جوه البتنجانه نفسها. انا بعد ما اخلص هديها ضغطه كده وخلاص. ده بقى بيعمل طعم خطير التوابل الايطالي مع الموتزاريلا والطماطم، بصراحه بتفرق جدا. طماطم اخر واحده معانا. ضغطه خفيفه على كل واحده كده. نجيب زيت الزيتون وهعدي بس ايه عظيم جدا. هناخد الصينيه بتاعتنا وعلى الفرن على طول. احنا هنا خلاص شوينا البتنجان، كل اللي احنا مستنيينه هو بس ان الجبنه تسيح معانا. شكلها حاجه خطيره بصراحه. طيب خلوني اطلع اخطف فاصل كده سريع، روق الدنيا حواليا، نرجع نقدم البتنجان ونعمل على طول المشروب. ما تروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل دخلنا قوارب البتنجان بتاعتنا اللي عملنا لها الميكس الموتزاريلا والطماطم، واستنيناها كده لحد ما الجبنه ساحت واحمرت. بصوا بقى شكلها طالع عامل ازاي، والريحه التوابل الايطالي مع الموتزاريلا والطماطم ده ميكس كده كومبو بيبقى خطير. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل زبادي بالفراوله وبذور الشيا. عندي ايه؟ عندي فراوله، زبادي، بذور الشيا، عندي عسل، وعندي شويه لبن كده عشان بس لو لقيت القوام بتاع الزبادي محتاج يتخفف شويه، فهنشوف هنستعمله ولا لا. الاول فراوله. عليها العسل. عليها بذور الشيا. وهنزل بالزبادي. نجرب كده نضرب، ممكن نحتاج نزود سنة لبن بس عشان تساعدنا واحنا بنضرب. هو ده اللي كنت بقول لكم عليه، شوية من اللبن بالمعلقة كده بس نساعده ينزل. كده حلو قوي. كمان لو كنا نزلنا الزبادي قبل الفراولة اعتقد ما كناش هنحتاج نزود كمان شوية اللبن دول. على طول بصوا بقى القوام بتاعه عامل ازاي. حلو قوي. شلموهاتنا ونبقى عملنا الزبادي بالفراوله ببذور الشيا، وده لازم على طول بقى يتشرب لان بذور الشيا دي بتقعد تاخد السايل بتاعها وزي تكبر كده في الحجم، فده بيتشرب فريش كده على طول. عملنا مع بعض ميلك شيك، انا اسف، عملنا زبادي بالفراوله وبذور الشيا، عملناه مع البتنجان بالخلطه الايطالي كده، موتزاريلا وطماطم وشويه من التوابل الايطالي وتاتش كمان من البارميجان. زي ما بقول لكم بقى بتعلي الطعم، بتاخده في حته ثانيه خالص، جربوها وهتعجبكم قوي. انا كده وصلت لاخر الحلقه النهارده،
اشوفكم الحلقه الجايه. ما تنسوش تحبوا بعض. رمضان كريم. السلام عليكم.